هذه الأوقات الحمد لله وسائل الدعوة ميسرة جدا. نخنون بي ولي ألوني الحمد لله نستطيع أن ندعو لله عبر وسائل التواصل الاجتماعي هذه الآن فيسبوك تويتر واتساب مثلا لكن المشكلة أن كثير من الناس هدانا الله إياهم يستغل هذه الوسائل فقط في ضياع الوقت أو نشر الخرافات الحديث الموضوعة مثلا لابد أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الوسائل ចាំបាច់យើងត្រូវតែខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាក្នុងការប្រើប្រាស់មជ្ឈបាយទាំងនេះដើម្បីប្រើផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលខុសពីអ៊ីស្លាមឡើយ